صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وزن كلمة لا إله إلا الله الوارد في حديث البطاقة هل توزن بميزان خاص أم هي داخلة في الكتاب الذي يخرجه الله للإنسان يوم القيامة وفيه أعماله؟ ميزان عام لكل الخلائق، للبطاقة وغيرها، توضع الحسنات، توضع السيئات، السجلات السيئات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة كسائر الأعمال. نعم.